ضمن حلقات كنيسة التي أعدها مكتب نورسات الأردن، وخلال تغطياتنا في العديد من الكنائس الرسولية في محافظات المملكة، وصلنا إلى جنوب الأردن حيث مدينة العقبة، وزرنا فيها كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك. التفاصيل في التقرير التالي. ضمن حلقات كنيسة نصل بكم اليوم إلى كنيسة القديس يوحنا المعمدان التابعة لأبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مدينة العقبة، وهي كنيسة صغيرة بحجمها لكنها كبيرة بأجواء التسبيح والروحانية. قام بتأسيسها الأب جورج إدمون الذي قدم قبل 40 عاما من العاصمة البلجيكية بروكسل بدعوة من المطران ميخائيل عساف ليخدم مدينة العقبة ويعمل على نهضة كنيسة الروم الكاثوليك في المنطقة بعد أن شارك في الحرب العالمية الثانية عام 1945. لما بدنا نتحدث عن كنيستنا لابد أن نتحدث أولا عن مؤسس هذه الكنيسة وهو الأب جورج دومون. أبونا جورج دومون هو من بلجيكا، من بروكسل، ولد سنة 1916 وشارك في الحرب العالمية الثانية سنة 1945، تقريبا كان عمره 29 سنة. في نهاية الأربعينات جاء إلى الأردن، والطريف بالأمر أنه كان يعمل مفتش للغة العربية في وزارة المعارف، ومن بعدها كان موظف طبعا في مدينة الزرقاء. أيضا في الخمسينات خدمهم طبعا، خدم لمدة 10 سنوات في أدر لمدة 10 سنوات، ثم إجا للعقبة بأمر من سيادة المطران ميخائيل عساف حتى يخدم فقط شهر، لكن هذا الشهر امتد ل40 سنة. وبعد وصوله الأردن توقف هذا الأب الجليل المولود عام 1916 على شواطئ البحر الأحمر، وراح يفكر ويصلي بأن يمنحه الله المكان ليبني عليه مذبح الرب ويبدأ خدمته في المنطقة. وفي عام 1962 شيدت كنيسة القديس يوحنا المعمدان في عهد مثلث الرحمات غبطة البطريرك ماكسيموس الرابع، وببركة المطران ميخائيل عساف وبجهود الأب جورج ديمون بنيت هذه الكنيسة بسواعد المحسنين من أهل مدينة العقبة على مساحة دنومين، حيث يبلغ طولها 13 مترا وعرضها 6 أمتار لتقام بها الشعائر والصلوات للمؤمنين. ويبلغ عدد أبناء الرعية التابعين حاليا لكنيسة الروم الكاثوليك 400 شخص. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل دين. طبعا أول ما إجا لمدينة العقبة ما في كنيسة، فاضطر أن يستأجر بيت بغرفتين، وأحد هالغرف كان يعملها كنيسة كان الناس يصلوا فيها، والغرفة الثانية استعملت من أجل تعليم الخياطة والتعليم المسيحي، فساعدوا بهالخدمة أخوات مكرسات كان عددهم 4، واللي دائما بذكرها أهل العقبة المسيحيين والمسلمين هي الأخت أوغوستا. أنا حكيت أنه بداية لازم نحكي عن أبونا جورج ديمون لأنه أسس أول كنيسة في العقبة وأسس أول مدرسة أهلية في العقبة. المدرسة أخرجت شخصيات كبيرة من هالمدرسة، وأيضا هالكنيسة خدمت مسيحيين
بكل مختلف الطوائف حتى إلى هذا الزمن الحالي. فقط لبعض سنوات ولا كانت هاي الكنيسة تخدم من وقت أبونا جورج ديمون كل الكنائس. إذن سنة 1962 بنى هذه الكنيسة، وسنة 1967 بنى ملجأ بسبب الحرب، فحولنا بهمة أبناء الرعية لمزار نستذكر فيه أبونا جورج ديمون، ثيابه، الكتب الطقسية، الأيقونات اللي كانت في عهده في الكنيسة. فلذلك أبونا جورج ديمون لما نسأل أي شخص في مدينة العقبة عنه احكي لنا عن أبونا جورج ديمون، فورا بتشوف الابتسامة على وجهه، بحكي لنا أبونا جورج ديمون إنسان، كان إنسان يتعامل معنا بمحبة بالرغم من اختلاف الدين. أبدا ما كنا نسمع أي شكوى أو تذمر من أي إنسان على أبونا جورج ديمون. فإذا هو بالفعل كان يسير في مرحلة القداسة، في حياة القداسة. وفي عام 1967 وبسبب نكسة حزيران بنى الأب جورج ديمون ملجأ ليحمي أبناء الرعية آنذاك من الحرب. تنيح الأب ديمون عام 1998 بعد أعوام طويلة من الخدمة والعطاء في حقل المسيح، وطلب أن يدفن بجانب المكان الذي أحبه وخدمه. تلا الأب المتنيح ديمون في الخدمة قدس الأب الأيكونوموس إبراهيم حجازيل الذي يخدم حالياً أبناء الرعية، كما أنشأ الشبيبة والأخوية الذين أعطوا الحياة للمكان. وفي عام 2007 زين الأب حجازيل جدران الكنيسة بأيقونات بيزنطية من رسوماته أضفت الجمال والهيبة لبيت الرب. كما سمح مجلس الرعية لأبناء الكنيسة القبطية في محافظة العقبة أن يصلوا داخل الكنيسة ويقيموا فيها خدماتهم وقداديسهم الإلهية. في عنا نشاطات مختلفة، طبعا حكينا القداديس هي الأساسيات، كنا كل يوم سبت نخدم إخوتنا الأجانب، فكنا نعمل قداس باللغة الإنجليزية، وأحيانا يجينا اتصال من بعض السفن فنروح على البحر ونقدس معهم داخل السفن. أيضا حكينا في عنا من النشاطات، في عنا الشبيبة الجامعية والعاملة، الشبيبة الطالبة، وأيضا في عنا أخوية الأمهات، ونعتز أيضا في مجلس الرعية. أيضا إلى جانب خدمتنا في هالكنيسة لأبناء رعيتنا، لأنه كنيستنا أيضا مفتوحة لإخوتنا الأقباط اللي كل يوم ثلاثة وكل يوم خميس يستخدموا الكنيسة ليصلوا لاجتماعاتهم، لهم تقريبا في هالكنيسة لهم 13 سنة، وإحنا نفتخر بشرفنا أنهم يصلوا بهالكنيسة، ناس مؤمنين متعبدين لله. نطمح إن شاء الله من خلال هذا التصوير أن صوتي يوصل لأبعد الحدود، ليكون في عندنا كنيسة أوسع تستقبل أبنائنا تخدمهم. أيضا عدم وجود قاعة لاجتماعات الشبيبة والأخوية والرعية بشكل عام، فلذلك نتمنى أن يكون في كنيسة أكبر أوسع لأنها تضم أكبر عدد ممكن، خصوصا عندنا بالمناسبات الكنيسة لا تكفي. فنتمنى إن شاء الله من خلال وجودكم في هالبرنامج أنه هالصوت يوصل من خلالكم لأبعد الحدود لهالمؤمنين يساعدونا ويساهموا في بناء الكنيسة. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. نفتخر بذخيرته أبونا جورج ديمون، هو بالذات روحه لا تزال موجودة. أنا ككاهن بشعر في وجوده، خصوصا أثناء الصلاة أو أثناء إذا أنا بدي استنارة في شيء معين، مش بأي لحظة، ولكن أشعر بحضوره في هذا المكان.
بالفعل هو كان قديس. لذلك نفتخر بهالمزار انه نترك ذكرى عطرة للأجيال القادمة تتذكر انه في كاهن أبونا جورج ديمون أسس وعمل، فليدن يعني ذكرهم إلى الأبد. عشان هيك الأجيال اللي تيجي على هالكنيسة تتذكر انه بنيت بهمة كاهن. الحمد لله. شيدت هذه الكنيسة في عهد البطريرك ماكسيموس الرابع، أيضا كان أيامها المطران ميخائيل عساف اللي هو بارك بأن يكون أبونا جورج ديمون يخدم في هذا المكان المقدس. أبونا جورج ديمون ترك إرث كبير للمسيحيين للكهنة، كثيرين الحمد لله لحد الآن بيحترموا وجود الكهنة، بيقدرونا انه احنا طبعا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ولكن الاحترام بادي حتى تلاقيهم بينادونا ابونا، فبتحتار هو مسيح ولا مسلم اللي بيناديك؟ فهذا شيء نفتخر فيه من اخوتنا المسلمين اللي بيحترمونا. اريد ان اذكر في مره من المرات انه نزلت شجره عيد الميلاد في البحر، فيفترض انه شجره يعني مسيحيين الغواصين اللي بده ينزلوها، ولكن تسمع اللي بنادي احمد سعيد كذا، فكان شيء مفرح انه هالعيد هو عيد للجميع. اخيرا في تلك الكنيسه المليئه بالبركه، احب قدس الايكونوموس ابراهيم حجازي في الاونه الاخيره ان يكرم الاب جورج ديمون بانشاء متحف بسيط يحوي مقتنيات هذا الاب الجليل الذي كان له الدور الأبرز في تأسيس الرعية الكاثوليكية في محافظة العقبة. نشكركم كثير أن الكل يشوف كنيستنا الجميلة الصغيرة اللي فيها نعمة ربنا، وإن شاء الله النعمة توصل إلكم وللجميع. فنتمنى كمان تشاركونا بصلواتنا بهالأيام القادمة، فأهلا وسهلا بالجميع. فيكنا